من حزب العصر المعاصرة كنسحب الترشيح ديالي من رئاسة مجلس البلدية المحمدية. وعليه يعلن بانسحاب بعد انسحاب السيد مهدي مزواري والسيد محمد طلال ترشيح وحيد وهو السيد حسن عطار. سي حسن عنترة اليوم تقلتوا واحد المهمة اللي هي ثقيلة وثقيلة على العاتق ديالكم ورئاسة مجلس البلدي بمدينة محمدية، الكلمة اللي تبغيت توجه لنا بهذه المناسبة ديال اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي أولا المسؤولية ثقيلة جدا، ولكن تخففها تضافر جهود كل الفرقاء، وأهم من هذا الشيء كله تضافر الجهود ديال جميع الفاعلين داخل مدينة المحمدية. فالمجلس نقولوا أنه مفتوح لكل الاقتراحات، لكل الأعمال اللي غيدفع بمدينة المحمدية بدون أي ميول لا سياسي ولا أي شيء. لا، احنا غنحاولوا ما أمكن بالتوافق مع الإخوة اللي معنا أننا نفتحوا الباب للكل باش كل واحد يوجد نفسه، أنه مجلس للكل، وبالفعل هو مجلس للكل، ماشي مجلس واحد ضد واحد. وتتشوفوا حتى الآن في التصويت فهو تيكون بالإجماع. هذا تينا من ان بالفعل كاينه واحد النيه ان راها خاص واحد التغيير، خاص واحد التغيير، ونتمنى الله ذلك. غير المهم حاجه، حنا نعمل ما في وسعنا مع الفرقاء ديالنا جميعا ونواجهوا جميع الصعاب، ولكن المواطن خصو يبقى معنا الى اخر لحظه، دائما يبقى معنا. التصويت كان بالاجماع، هو التزكيه الثقه اللي وضعت فيكم ساكنة المحمدية وارتاح شفتوا الانتخابات في 22 مقعد. هو عمليا التصويت بالاجماع تينا على انك هناك تفهم للمشاكل من طرف الكل، هذه الاولى. ثانيا ان تينا من ان الانسان خصو يحترم الديمقراطيه، بمعنى ان الناس صوتوا على واحد الطرف هو الاول ب 22، فمساله واضحه. لو اننا حنا كان شي واحد صوتوا عليه 22 فعمليا غنكونوا معاه مادام انه غادي يمشي في الطريق اللي غتبني المجتمع في المحمديه. اذا العمليه هنا بالنسبه لنا عمليه ديال التصويت تمت الحمد لله بالاجماع، ولكن هذه تزيد المسؤوليه ماشي علينا، علي انا ولا على حزب العداله والتنميه، على جميع الفرقاء اللي معنا بالثلاثه، بل اكثر من ذلك على الكل. وتنتمنوا حق هذه عمليه الاجماع اللي تمت مدينه المحمديه. الكلمه اللي بغاو يوجهها السي حسن عطار ساكنه المحمديه من المنبر الوطني تنقولوا بانه بغي ليكيب جميعا باغا تخدم المدينه، باغا ما امكن، ولكن بشرط ان الكل يساهم، ما كاينش واحد هيمنه الطرف على الطرف. المجلس عنده الدور ديالو، المجتمع المدني عنده الدور ديالو، كل الاطراف خصها تجمع. ولذلك غنحاولوا مع الفرقاء ديالنا نديروا بعض المبادرات لجمع باش تكون كلمه واحده كما وقعت الان في المجلس، وانا توقع على صعيد المجتمع المدني ديالنا جميعا خصو يساهم في نهضه المحمديه. تحديات كثيره ما يقدرش على شي واحد بوحدو، فهمتي، ما يقدرش على شي واحد بوحدو. فأملونا في الله كثير، ثم في توحيد جهود جميع الفرقاء وجميع الجمعيات وجميع المواطنين في مدينة المحمدية.